السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. في أسئلة في حياتنا بمجرد إننا بنسمعها بنحس بمتعة وراحة نفسية غريبة، حاول تفكر فيها. إيه الحاجة المفضلة والمحببة ليك اللي ممكن تعملها طول اليوم من غير ما تزهق أو تمل؟ لو معاك فرصة واحدة بس لنشر السعادة بين الناس، إيه أكتر حاجة ممكن تعملها؟ هل ممكن تتنزل عن حاجة بتحبها عشان إنسان عزيز عليك؟ هل أنت مقتنع إن في حاجة اسمها حب من النظرة الأولى؟ إيه الصفة اللي موجودة عندك وتتمنى إن أنت تغيرها؟ كل واحد مننا ليه حد معين وحدود في التعامل معاه، فكرت ايه هو الحد اللي محدش يقدر يقرب ليه بالنسبة لك؟ فكرت قبل كده لما بتمر بلحظات سعادة او حزن مين اول انسان بيجي في بالك؟ لو رجع بيك الزمن ايه القرارات اللي تتمنى ترجع فيها؟ ايه الشيء اللي ممكن تستغنى عنه للابد؟ ايه هو كتابك المفضل ويا ترى قرأته كم مرة؟ لو خيروك تاكل اكلة واحدة طول العمر ايه اكتر اكلة ممكن تفضلها؟ لو حصل وانت فزت بجائزة كبيرة ايه اول حاجة تيجي في بالك؟ ايه اكتر حاجة ممكن تخليك توصل لدرجة كبيرة من الغضب؟ ويا ترى الوقت قد ايه اللي انت بتاخده عبال ما تبدأ ترجع للمود بتاعك؟ لو جاتلك فرصة تلف العالم كله مين الشخص اللي تتمنى يكون معاك في الرحلة دي؟ السعادة بتمثل ايه بالنسبة لك؟ ايه الشيء الوحيد اللي بتكافح من اجله في حياتك؟ ايه هي اغلى ذكريات بالنسبة لك؟